ثلاثة أيام، خلي أكون واضح وياك وصريح، اللي هي الثلاثاء والأربعاء والخميس. اللجنة السلامة الوطنية قالوا أنه الجمعة والسبت أيضا يوجد حظر للتجوال. هذه الأيام الأربعة أو الخمسة القادمة ستكون تجربة للوقوف على خط سير الوباء، خلي أسميه. إذا كان الخط تصاعدي راح نرجع إلى الحظر وبقوة إن شاء الله بداية أيام رمضان المبارك. إذا تسمح لي أكمل الموضوع، وإذا كان عدد الإصابات بانخفاض بالتأكيد راح نسمح للمواطنين بمزاولة حياتهم الطبيعية مع الالتزام بتوجيهات الصحة والوقاية، اللي ممكن أنه بالتباعد وعدم فتح المطاعم وعدم فتح القاعات وعدم السماح للتجمعات.